مرحبا بكم. اليوم مش نعملو طاجين ملسوقة. نصب شوية زيت نحط الدجاج البصل حط شوية كركم شوية ملحهم عندي الملسوقة مش ناخد الملسوقة مش نقصها عندي المول هذا مش نحط فيه نقص عليه الملسوقة نقصها أكبر من دورة شوية أكبر منها شوية نقصها هيك بعد ما قصيتهم دائرات طبعا شدينا بالزبدة توا شنقص لعضة توا مش حط العظم حط شوية زيتون توا ناخد القلب متاعنا نحط فيه ملسوقة نحط فيه ورقتي
يساعدوا انك الطروف تاع الملسوقه مش نقصهم بالطول. بعد ما قسيتهم هكا شدينهم بالزبدة. توا باش ناخو هكا ونحطو هكا نزينهم هكا من فوق. مش نحطهم في الفور 250 درجة من تحت، وكيف يحمروا نشعلوا شوية من فوق.